الامطار اللي هي سبب كل البلاوي وكل السلبيات اللي احنا بنقولها، لان البطاله بيتولد عنها تطرف، تطرف بيتولد عنه الارهاب. طبعا الجماعات التنسيق مع الجاري، طبعا هذه الجماعه التنسيق مع تركيا، تركيا التي تدعم الارهاب، تركيا التي تستقبل جماعات الارهاب الفارقه من مصر وتحتضن الارهاب وتحتضن المؤتمرات الخاصه بالجماعه الارهاب التي تناوب نصر تقوم بالتخطيط لهذه العمليات. تركيا تقوم بالتخطيط. تركيا كانت لها معلومات ان يخش الاتحاد الاوروبي، ولكن الاتحاد الاوروبي قال ان الدوله المسلمه ما ينفعش تدعم الاتحاد الاوروبي، فضرب امر الاتحاد الاوروبي وقال احنا بالرواية العثمانية وحيكون هو الرواية العثماني يعين حد في مصر ويعين حد في ليبيا وفي سوريا في الكورية اللي حصل فيها. الذي يشمل تهديد عجز الموازنة، وعشان نهدي العجز الموازنة يبقى لازم نزود الايرادات العامة خاصة الايرادات السيادية من الضرائب. وطبعا من ضمن